سعيد جدا اليوم اني تلقيت وتشرفت بدعوه من الاستاذ علي بن مبارك العجم مدير مدرسه الاعلام لحضور هذه المناشط الرياضيه والمناشط الثقافيه والعلميه الجميله. وايضا الحمد لله انه ايضا شارك كنت موجود على نهائيات بطولة كرة القدم. الرياضة حقيقة مهمة جدا في المدارس، وهذه المدرسة من المدارس المتميزة. وأيضا أهنيهم وأباركهم أيضا بحقيقة فوزهم على مستوى المنطقة وعلى مستوى المحافظة للكشافة والمرشدات. ربي إن شاء الله يوفقهم على هذه الجهود وأتمنى لكم التوفيق. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت اليوم مباراة منتخب العلامة مع فريق الباطنة، الحمد لله استطعنا التفوق عليهم بنتيجة 1-0. الحمد لله ربي وفقنا وتمنى التوفيق في هذه المباراة، ونشكركم على هذه التغطية المميزة إلى مزيد من التقدم إلى الأمام إن شاء الله. والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كان لعب زين، فريقين جيدين، فريق الباطنة كان أفضل منه بس الله وفقهم، وفقنا الحمد لله، وفريقنا كان زينين وكانت درجة الحرارة عالية، لكن الله وفقهم الحمد لله. We'll be right back.